ايه عمرو، بعد اذنك ممكن نقعد لوحدينا 5 دقايق؟ اتفضل انت بقى. ايه ده؟ ده تقريبا كده سبب كل اللي حصل ولسه بيحصل. انت لقيته فين ده؟ ده يا سيدي لف لفه كبيره كده لحد ما وصل لقيت كريم، وفي واحد ماشي يقتل في الناس كلها علشان يوصل له. وانا بصراحه مش عارف اعمل ايه في المصيبه دي. انت مش هتعمل حاجه، انت هتسلمه ومالكش دعوه باي حاجه. اتصرف يا عمرو. الو، لينا معاك امانه وليك معانا امانه. هتسلم الماس، ماما هتبقى في خطر. عيد الام قرب يا يحيى وانت محتاجها معاك، وعلشانك النهارده الدنيا كارت معايده مال الربيع اركانها بمليون الف ورده. يلا يا يحيى شد حيلك، قدامك اقل من ساعه. اذا وصلت احتمال تلحق ماما. استنى بس، انت مين؟ في ايه؟ ماما في خطر يا شاكر. استنى يا يحيى. انا اسفه نيكول، بس انا مش هعرف اقعد في البيت ده اكتر من كده. انا معاك بالمطرح اللي بيريحك. انا اصلا في الا بعد كام يوم. خلاص يعني نروح عند عادل اخويا، عند اونكل عدنان لغايه ما يرجع. مش عارف ابص في وشه تاني. حاسه ان هو مسؤول على كل حاجه بتحصل. بس حطي براسك، مهما كنتي هوني بامان، لو بعتي وصرتي لحالك راح تعيشي مهدده. طول ما انا بنت هاروني ملك هفضل طول عمري متهدده. لميتي حاجتك؟ راضي جاهزين؟ طب يلا بينا. هو هينزل الشنطة. ايوه ماما، انت كويسة؟ ايوه. انت فين الحق؟ انا جوه الجريدة، في قطة صغيرين اقتحموا علينا المكان. معرفش اتصرف. طب حاولي تستخبي في اي مكتب، انا جايلك حالا. احنا وراك يا يحيى. خلي عمرو يبعت قوة على الجريدة، في ناس بتحاول تقتحم المكان. حصل يا يحيى، ما تقلقش، بعت قوة للمكان وزمانها على وصول دلوقتي، والرقم اللي كلمك بنحاول نركبه علشان نعرف نحدد مكانه فين بالظبط. ما تقلقش يا يحيى. الحمد لله الحمد لله. انت كويسة؟ انا كويسة حبيبي. الحمد لله. يلا يا بنات، يلا 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 يلا. مفيش حاجة معايا، بص العربية فاضية. الماس فين يا روح الماما؟ اطمن على امي الاول وبعد كده بقول لك مكان. يعني العب بقى ولا ايه؟ انا هعمل بماما ايه؟ ما خلاص، طالما قدرت اوصلها مره يبقى سهل اوصلها كل مره. وبعدين ما انت تحت ايدي اهو، اقدر اخلص عليك وادور على الناس براحتي. اعمل اللي انت عايزه. كردي حلي له بقه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لا حول ولا قوه الا بالله.
ليكي أنا جيت معك كرمال ما تقولي إني تركتك لوحدك، بس أنا حنام معك بس اليوم وبكرة حروح أوتيل لبين ما لاقي حجز وأرجع لندن. أنا مش فاهمة ليه مش عايزة تقعد معي بجد، يعني مش فاهمة. يعني ما بتعرفي ليه يا مريم؟ ما بعرف ليه يا نيكول، في إيه؟ بدي كاني أنا وعد نقعد ببيت واحد ونحن لسه تركين بعد ما كملنا السنة حتى. يا حبيبتي عادل اتغير، ما بقاش عادل اللي انتي بتعرفيه. عادل دلوقتي تعبان ومحتاجني، وعشان كده انا جايه له دلوقتي، وانا عايزاكي تبقي معايا. وبعدين يعني مش يمكن حالته تتحسن لما يشوفك؟ انا شو خصني؟ خصك يا حبيبتي خصك. تعالي تعالي. ايوه يا يحيى، انا وصلت عند البيت خلاص. يلا مستنيك. انا عايزكم تلفوا لي حوالين البيت ده تامنوه كويس قوي. لو في اي حاجه حصلت تكلموني فورا. تبعتوا هنا حد الصبح. مفيش حد يقرب من البيت ده الا لما تشوفوا هو عايز مين وعايز ايه بالظبط، تمام؟ محدش يخش جوه البيت الا لما تكلموا يحيى بيه تستاذنوا، اتفقنا؟ ازيك يا عمرو؟ ازيك يا يحيى؟ انا جبت لكم افراد امن هيأمنوا البيت ده لحد الصبح. تسلم يا عمرو، كتر خيرك. معلش بقى تعبينك معانا. مفيش تعب ولا حاجه، تليفوني معاك كلمني في اي وقت لو احتجتني. تعالى يا عمرو نخش جوه. معلش لازم اتحرك. سلام. مع السلامه. هو يوسف الملك اوضته فين؟ هادي. خير؟ في حاجه؟ محتاجين يدخلوا دلوقتي. مش عارفه بس هو حالته خطيره جدا، انا لسه مديه له علاج من شويه. عموما اتفضل، بس يا ريت ما تطولش. الو. صباح الخير يا سياده المستشار. مين معايا؟ مش مهم انا مين، المهم اللي هقوله لك. انا عارف انك تعبان، بس يعز عليا اشوفك بتتغفل وملحقكش. هو انت عندك معلومه ان خطيبه سعادتك عندها ملايين في حسابها في البنك؟ طيب عندك معلومه ان اختها الماسون السيده امنيه عزيز بتستلم الفلوس دلوقتي من البنك؟ انا شايف انك تقوم ما تنامش على ودنك اكتر من كده. الحمد لله على السلامه يا معالي الباشا. ازيك يا فريد؟ عايز الراجل النبطشه اللي كان في غرفه الكاميرات امبارح. موجود يا فندم، هو اللي موجود. اتفضل حضرتك. ما قولك في التهم المنسوبة إليك؟ أنا الحقيقة مش عارف أنا موجود هنا ليه. أنت متهم بخطف وشروع في قتل المستشار يحيى عز الدين وحيازة سلاح ناري. لا ثانية واحدة يا فندم، اتفضل. دي رخصة السلاح اللي كان معايا، وأنا ما أعرفش حد باسم المستشار يحيى عز الدين عشان أخطفه أو أشرف قتله. انا كنت ماشي في الشارع وفجاه قامت مظاهره، الشرطه فرقتها، دخلنا جينا في العماير، لقيت نفسي هنا. الله، ورجالتك اللي كانوا معاك راحوا فين؟ انا اسف يا فندم، يعني انا راجل على باب الله، يعني همشي برجال اعمل بيهم ايه؟ انا
رئيس عصابة؟ يعني مش هات لي بقى الكاميرات لحظة اختفاء يوسف الملكي. في ضابط جه قبل حضرتك يا فندم وشفناه سوا، واكتشفنا ساعة اختفائه النور كان قاطع. النور كان قاطع؟ طب وريهاني وريهاني. هو النور قطع قد ايه بالظبط؟ دقيقة بالظبط. دقيقة بالظبط؟ ده شغل عفاريت بقى. العسكري يتضرب على دماغه وياخد 15 غرزة والراجل يختفي، كل ده في دقيقة بالظبط. الله ينور يا باشا. لا شكلكم هتشرفونا في الاسم شوية. يلا